جراني. جراني هتبقى أول حلقة في سلسلة الرعب. هعمل سلسلة رعب، هلعب ألعاب كتيرة، الرعب أيس الرجل مش عارفة اسمها ايه، هلعبهم كلهم. يعني دي أول حلقة في سلسلة الرعب. فأول حاجة بس هنعملهم، لحظة بوز، لا أنا عاوزاهم واحدة بس. طب أنا عاوزاهم يكون براندا بس. قبل ما نبدا الفيديو مش تحطوا لايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل حاجه انا هنزلها. وبس يلا نبدا. داي 1. سلام. طيب كل حاجه بس لا تبدا الميوزك. لا بس نبدا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف في حاجه هنا ولا لا؟ لا مفيش. الله يستر كده ولا كده. ننسى اللي تحت على طول. بص يا جماعه، اول خطه لينا ان احنا نخرج من هنا ونطلع لاوضتهم، للاوضه اللي جنب السلم. اروح كل شوف هتاكل ايه. اول حاجه نطلع لاوضتهم، اهمتها حاجه. انا هديك جرام بس لان جراني يعني غداره، ما تيجي تمسكنا تبقى مشكله. حتى ما بتقولش اي سي يو او حاجه زي كده، تقتل على طول. لا انا بقول ان احنا نهرب بالباب احسن. هو فوق. اوكي فوق. طب احنا نروح فين؟ لا 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 لا. خطتنا التانية ان احنا نستناه لغاية ما يجي وبعدين ننزل هنا، يروح نقوم داخلين هنا وهنا. هو احنا لازم نعمل خطة. يلا فينك يا سي يو. هو فين؟ والحاجة ديت مقفلة قوي. فوق. نازل 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 نازل. طب تعالى نخليه يشوفنا. هو أكيد مش هيجي لورا عشان مقفل. أنا أهو. الحمد لله الحمد لله. قلبي ماي جاد. هو فوق. عايزة اوريكوا بس شكله. يا ابني انت على طول هنجري. هناك اهبل ما بيشوفش برضه. رايح من ناحيتي. انا عاوزة اطلع فوق يا اخي. فكرت تنزل؟ لا. طيب عادي، أول ما نطلع، أول ما نصحى يعني نطلع على فوق على طول. طيب احنا استكشفنا كل اللي تحت، الدور اللي تحت مفيش أي حاجة. يلا بقى. أوكي أوكي ده مفيهاش حاجة أكيد يعني. فين؟ لا أراك. Where are you؟ عايزة أطلع لفوق، أهمتها حاجة. عايزين نفتح دي من بره هنا. كنت
لسه هقوم يعني الحمد لله. وراح كده يمين ولا شمال؟ راح. الله يستر بجد. الشوط يعني الحظ المرتب ده ممكن الاقي. اوبا لا دي لعبتي خلاص خلاص يا جدعان بسرعة. اوكي انا وقفت عشان حاجة ان هو قدامي وانا لازم اقفل من هنا وادوس على طول الشوط. الله عليا الله. ناخد بقى نفتح لوك يا اسطى. طيب اهم حاجة نروح عليا نستكشف بس هنا اهم حاجة. بسرعة بقى بسرعة هيصحى بيصحى بسرعة على فكرة. اوكي 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 لا 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 ده محتاج اكتر. اوكي اوكي بسم الله يلا بسرعة. لا مفيش حاجة هنا مفيش حاجة هنا مفيش حاجة هنا. بسرعة 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 ناخد ده وبعدين نستنى لغاية ما يصحى وبعدين نقتله وبعدين نروح جيت ونفتح البوكسات اللي تحت وهنا بعدين نبقى نشوف بقى هنعمل ايه. مش عارفه هو بيصحى فين. الله يستر بجد خايفه قوي. لا ننزل تحت مش عايزه اجرب تحت تاني لان مش عارفه. اه لحظه نروح نقتل العنكبوت بعد ما نقتله. اوكي 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 خلاص انا بعمل خطه لازم الخطه ديت لازم. واللحمه اهي دي لحمه ايه العنكبوت تقريبا. اه لسه القطعه ما فتحتهاش كده. اديني يا عمو عمو. خايفة يجي من هنا من هنا. في حاجة قاعدة تطبطب هنا يا عمو. هتيجي من فين؟ خلاص مش هسيبك غير لما اقتلك حرفيا. مش كنت اللي هو ما بيسمعش ولو رميت دوت مش هيجي هو بيشوف بس ازاي بيسمع انا كده اللي هو مش بيسمع. يلا بطل اشتغل يا بابا اشتغل. يلا انت فين؟ انا لا اراك. انا بقول نروح نروح. لا انا خايفه حاسه جاي مش عارفه حاسه جاي. انا بقول احنا نروح نستكشف هو فين فين بتاعك. اي سي يو انا لا اراك يا اي سي يو. هو تحت اظن اللي هو تحت فعلا. طب نشوف هنا ايه في هنا ايه. بص بص اوكي 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 يا رب نلاقي اي حاجة مفيدة عشان بجد بزهق انا مش بلاقي حاجة مفيدة. اوكي مفيش حاجة مفيدة دي بتاعت الصور. اوكي ننزل بما ان معانا الشوت ننزل واعمل ديت شوت. ايوه شوف خطة خطة والله خطة. اه دي بتتعمل ازاي؟ اوكي 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 هي. ده لازم يكون معانا المفك المفك تقريبا مش مفك مش عارفة. اه لا دي هنحتاجها فعلا هنحتاجها هنحتاجها هنحتاجها. ما هنا؟ لا مش هنا يا هنا مش هنا. ضرب الله عليا. خلاص كده خلاص حفظتش اللي فوق. الله يستر ما ننزلش نلاقيه فشل. انت فين يا اي سي يو؟ حاسه يا اما هو في الاوضه ديت
حاسه يا اما في الاوضه ديت يا اما هنا تحت. بسم الله يا عم اطلع بقى، اطلع اطلع بسرعه. على فكره انا زهقت منك. تعالى يا حبيبي، انت حبيبي بجد، وشكرا ان انت مت هنا عشان على طول اموت اللي هناك. تعالى يا قلبي، تعالى تعالى، في هنا اخطبوط، خدوا بالكم. لحظه، انا لو عملت هنا مش هعرف اعدي عشان اجيب البتاع دي تاني. لا لا مش هتقدر. لنا خليك انت هنا بقى يا بابا، نحاول ندور في اوضته. لا لحظه لحظه لحظه، اول حاجه نفتح صناديق بديل عبد الله لما هو يصحى، بعدين نرجع نقتله تاني. لسه تحت، لسه تحت، في واحد كمان. بعدين ايه؟ بنزين. اوكي لا بنزين هنحتاجه. هنرجع تاخدك تاني يا حديده. طيب ننزل لتحت، في كده زي بوكس لازم نفتح برضه ده بيه. الله يستر ما يصحاش. لا بس على ليه، الله يستر ما يصحاش ويقتلني ويحصل مصايب. اوبا ده اللي محتاجه. مش فاكرة قوي احنا كنا محتاجين ده ايه. تقريبا مش عارفة. تقريبا مش عارفة. لا بتهزروا بتهزروا، مشفتهوش ليه؟ تلاتة عادي جدا. هنعمل تاني، هنعمل تاني. هذا جهاز تجارب، ولو طلعت هلاقي فوق. الله يستر بجد 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 بجد. يمشي كده ليه؟ طب انت فين؟ انت فين؟ والله هقتلك. لماذا يمشي كده؟ نيمة ما تقولوش. لا اوكي كح كح كح. انا كده عرفت خلاص انا عاوزة ايه. لقيت دوت، ولقيت اللي هو المفك. انا برضه بس لما اقتلها هعمل كل دول. انت فين؟ انا لا اراك. لا الدنيا قامت ولعت، هو مش هيصحى. اها اها اوكي. لا 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 لا، لو دي ضاعت هيحصل حاجه مش حلوه. ده مش فاهمه حاجه، مش فاهمه في ايه، مش عايزه اقتل ايه، مش عاوز اخده. هو اصلا في ايدي، في ايدي حاجة. اوكي عرفت خلاص، عرفت انا كنت عاوزة ده لايه. لفوق يا رب بس نلحق عشان ايه نقتله بسرعة بسرعة بسرعة. ايه ده؟ خلاص انا افتكرت افتكرت. ويه سيفكي 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 سيفكي. مش وقت لان اصلا المكان بتاعها مقفول، فمش هنحتاج دلوقتي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، نروح تاخد الشوط بسرعة. لا طبعا اوكي. كان خاطر ايه تاني؟ نروح اوضة الاخ. اوكي ونجيب الشسم. لا ورش كده مش عارفة اسوي. ننزل على طول، بس خايفة والله، خايفة خايفة خايفة. انا بقول ان احنا نقتله الاول عشان خايفة بجد، اللي هو يعني هيبقى اخر داي. نروح نقتله. Here you are. صمت بجد صمت. ليه؟ غش على فكرة. ماشي نستنى يوم دوت ويوم بس هروح اقتل. انا هوريك بقى في دم على الشاشة. ده دم انا بتاعي انا، هوريه والله ما ارحمه. نروح بس ناخد الشوت. لحظة هو فين الشوت؟ فين الشوت؟ هو قتلني فين اصلا؟ خلاص تذكرت خلاص، حيوان قتلني والله. لا قتله، استنى
بس ده تعيش تحو زي اوكي انيس ليش طيب انا دلوقتي خلاص عرفت خلاص عرفت لو فين وهو طب نروح نجيب الورق الورق بيت المي بيت المي هنا نروح بس نعذبه ونقتله الاول اي شيو اي شيو موت يا حيوان موت يا حيوان موت اقتلك هني وقع حتى الفرس بسرعة نروح نجيب الورنج ونقفل المية ونقتل الشرس وده ال العنكبوت نونو اوكي ننزل هنا نفتح ده نروح نقتل الحيوان ال لا نقفل المية الأول ركزي نروح نقفل ده بسرعة مش عايزينك دلوقتي احنا قفلنا دوت نروح نجيب الشوت وبعدين نقتل الرجل الكبير ونقتل العنكبوت الصغير السلام تحتي كلامي وبعد ما نقتل بقى العنكبوت الصغير نشوف ايه اللي عنده وبعدين نروح حاجه بس نقتل الكبير وبعدين الصغير وبعدين نشوف ايه اللي عنده الصغير ونروح نركب الحاجه في المركبه وبعدين نهرب بس كده بسم الله يا رب يا ربي هما فين من كتر اهو شوف يا يلا خدي نروح نقتل بقى التاني تعالى يا قلب يما انا قتلت دوت ابنها انا اسفة يا اخت بس لازم بجد ده بتاع ايه ده على ما اظن بتاع المركبة انا بظن ان احنا لازم نهرب بسرعة نرمي بس دوت هنا لا بجد بجد لازم نروح نجيب الشوط الاول بعدين نقتل الراجل بعدين حاجات كتير جدا نعمل ايه لسه 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 نروح نقتل ال صوتها يخوف هو فين على ما اظن اللي هو هينزل من هنا بسم الله بسم الله توتر كنت عايزة اهرب بالباب ده اهو نازل الاخ لحظة فين البتاعة بتاعتي فين يلا امشي بجد يلا امشي ليه يا الله يا رب يكون عنده عشان بجد لو ما لقيتهاش عنده اعتبرني ميتة النهارده بجد يما ادعو ربنا اللي هي تكون عنده عشان بجد هيبقى نهايتي الله عليا الله نروح نقتل بقى الاخ التاني ده شكله نام منامش هو ده بينام مبينامش انت فين مش فوق نعمل ايه توتر كده انا عايزه اقتله واروح اخرج اروح اهرب في شوط حلال على فكره كمان عشان لو يدعت شوط بعدين هروح اقتله بعدين هاجي انزل كل حاجه المركبه واهرب بسم الله وسيفتي لا مش وقتك وربنا وربنا ما وقتك لا الشوط على فكره كان تحتيها بس على بدال لما التوتر خليني مش عارفه اتكلم المهم عبدال لما اخد الشوط هيقوم هو قتلني من ورا هيبقى ده اخر يوم خلاص بتاع الفيديو عاوز اهرب بجد برينز يلا خوف يا جماعه خوف قوي
ايش؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اها تعال تعال انا اللي عاوزاك. بشد بشد بشد. طيب نروح ناخد كل حاجة وننزلها من المركب وبعدين نيجي. ماي جاد كت نزلها من المركب بسرعة. ده ايه؟ دي الباز اللي مالناش دعوة بيها اصلا. اوعى بقى. يلا المركب المركب المركب. تهيألي ما بينزلوش لتحت. هنا عايزة باز. طب ليه بتتحط هنا او حاجة؟ اللي هو سريع وجرادي واصلا يعني اللعبة حلوة كده. فبس باي.